هذا البرنامج ديال الحبة والفرشة والزعت والخنشة والكدوب مع عبيشة وتمشي هكاك النيت قليلي هاليها أران تصنتوا لهاد الناس اش كيقولوا هاد الناس هما بغاو يتصنتوا يقولوا لي أنا وغاي تصنتوا لي أنا وغاد تسمع هاد الكلمات اللي غاي يقولوا هاد الناس كفي غاديين وأنا في غادي دوي سيدي دوي انت بعدا تفضل سيدي تفضل 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 وقولنا اش كاين Ayyem, ve şu sorunun peşine düştük. İçinde ceza ve ödül olmayan bir eğitim sistemi olabilir mi? Montessori eğitim uzmanları Surur, Pivion ve Reyhan Uzuner cevaplıyor. Anne babalar ekran başına. İyi, hadi keyna. Hadi hadıra keyna. Gülti kan hattu en hısın hartuf ştobar. Kan hartuf ştobar, kan zir'u zir'a kimel kaida. Kan zir'u zir'a, kan zir'u gemah farina, kan zir'u şi'ir. والمغرب ديالنا راه تبارك الله عليه راه زعما راه كندبروا على روسنا كنزرعوا راه حنا بخير وعلى خير راه ما خاصنا والو اه يا حتى الحمص كنديروا ولكن في الاخر عاد الحمص وما الفول داكشي ديال عدس كنزرعوهم كلشي كنزرعوه هادشي كاين هادشي كاين هادشي كاين على حسابنا هادي هادي مرحبا زيد اسيدي زيد انت قول لي Ninyang ma mal ma jite zet tam bako. Okay. Oh bismillah wa jite zet mal komedi star kana nya. Smart. Jina ni mi mala kuna fani ya. Ah smart. Mali ki bari au kula. Komo wa yanya wala to komine kele lebe ta bitreza shanke. Aye. Aye. Hadi kele gulti kaina. Kaina kan sudro kan sudro ahna. كان صدرو يا كان صدرو كان صدرو عندك فلفله عندك الدنجال عندك هذاك الشيء ديال الديسير كان صدروه هذاك عندنا الديسيرات على الجوع على الوان على الدجاج هاد وكان صدروهم راه حنا ما كان زعما ما حاضرينش الراس الخير موجود في المغرب راه كلشي كيجي مرحبا بكم هذا هو الحساب تبارك الله عليك دويتي Александр Рыбак, 23-летний певец, набрал самый высокий балл в истории конкурса, оторвавшись от конкурентов на 100 очков, даже выше. Анастасия Приходько, выступавшая за Россию на 11-м месте, зато абсолютным победителем наша страна оказалась в другом. Финал, который впервые прошел в Москве, признан самым зрелищным за все время проведения конкурса. Грандиозное шоу оценил Андрей Баранов. Ай, звезда кейна, звезда концентро, звезда кейна, одна хлеб. عندنا كلشي كاين في المغرب كلشي كاين كنصدروا مسيدي كنصدروا حليب كنصدروا داكشي وداكشي فريكو وداكشي ما كاين لا حكي لا بان سخونيه راه غيضر بعد واحد سخونيه ومتاكين وخليه يدوز هذا هو الحساب وما داكشي راه كاين موجود عندنا سيدي حنا كنصيفطوه وكنتهلاو وحاجه نقيه المغرب دائما حاجه نقيه وتبارك الله عليك دوي سيدي تا دوي أنا لا أتكلم عربية، أنا أتكلم دارجة، اللهجة المغربية. هذه مختلفة، في العربية نأكل بالأمس، وفي دارجة نأكل بارح. كناكلو دائما، دائما كناكلو. أنا ذاك الشيء ديال ذاك الشيء بحال كما قلنا الديسير موجود، الهندية اللي قلتي دابا أنت موجودة عندنا. موجودة ما ورد البال. الهندية كل جهدك، وإلا فتي جهدك راه ما نعقلوش عليك. هذا هو الحساب حنا كنقولوا لك كل الى فتي كاع 10 الفوق الله يرحمك هذا هو الحساب وما انت بغيتي تاكل الصندوق وتخرج بخير ما يمكنش ايوا هذا الزعبول ديال المغرب راه بحال البنان حلو ولكن كل على داك الشيء علاش تقد السلطه عندك دوي يا سيدي دوي Language that I really started to learn by myself. Like, I was not waiting on my middle school or high school teacher to give me the level that I really wanted to have. Because I don't want to sound rude, but I feel like in France, you can't really get a proper level just by attending your English classes. But whatever. Aye, kaina. Aye, lubia, kaina. Wadna dakshi diel jinbana. Jinbana ta hiya kaina. Kaina la jouj noua. Kaina khadra, ou kaina l'karma. ولوبيا كاينه الكرمه وكاينه اللي ما كرمش العدس وداك الشيء ديال اللوبيا كنصيفطهم كنصيفطهم كنتهلاو حنا
هذا هو الحساب كلشي داكشي عندنا وبارك الله فيك راه زوينه بارك الله فيك. The funny thing though is that I've always had the American accent and ever since I've been based in the UK I started to have a weird UK accent, so now I don't really know what my accent sounds like. Most of the time I have my normal American accent, but sometimes out of nowhere I would just be talking like الحوايج الحوايج فعلا راه كاينين ديالكم كاينين ديالنا وين الخياطه مفروقه الخياطه داكشي على الخياطه داكشي على الخياطه الخياطه اللي كنديروا حنا راه ثاني بوحده وداك الكوير وداك الشير ديال المغرب والمغرب اللهم لك الحمد من برا ومن برا حتى الناس اخرين وتبارك الله عليك راه دويتي ما عندي ما يتسال. L'origine des langues, les linguistes cherchent à déterminer des relations de parenté entre langues. Parce que si on a des relations de parenté, on va pouvoir faire un arbre généalogique. Et avec cet arbre, on remonte dans le temps, puisque les langues ancestrales ont été parlées quelques milliers d'années avant les langues actuelles. أيه جيش بلدي كاين والبيض كاين وداكشي عندنا موجود أسيدي كاين البراك كاين بيبي كاين بزاف ديال سميتو عندنا راه كنربيهم تاع هنا هنا راه كاينين كاينين عندنا وهاد الدجاج ديال هنا راه البيضة ديالو راه زعما داكشي زوين نقي هذا هو الحساب يا سيدي تبارك الله عليك دوي أسيدي قولي. Şu sorunun peşine düştük. İçinde ceza ve ödül olmayan bir eğitim sistemi olabilir mi? Montessori eğitim uzmanları Surur, Pivion ve Reyhan Uzuner cevaplıyor. Anne babalar ekran başına. Müslüm Gürses hayranlarını ilgilendiren bir haberimiz olacak. Hayatını kaybetmeden kısa süre önce halk müziği eserleri okumuştu arabeskin babası. Bu veda albümünü yapımcısı Yusuf Ziya Oran anlatacak. İyi, iyi. Şimdi ولكن انت قلتي دابا الدلاح الدلاح تعرف اش كيدير عندنا هنا راه 5 درهم دلاحة واخا تسكن فيها واخا تسكن فيها راه الخير موجود واي وداك الفتيخ راه عندنا عندنا الفتيخ على 3 دنواع ولا 4 دنواع وعندنا الدلاح حتى هو على شي 4 دنواع وموجود الخير هنا شوف حنا دابا هنا وغيكون وراه نصيفطوه حتى ما نعرف فين مرحبا 100 مرحبا اللي قال شي حاجه يصيفط انا عطيه لي راه كاين 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 هذا هو الحساب كاين مرحبا مرحبا دوي سيدي دوي فاني ما مبال ما جيتي زيت كان بقاو او بسم الله ابغى جيتي زيت مال كوميدي ستار كان يا لي جورنال يي مي مولا كنا فنيا مالي كي باري او كولا كوما وير ني مالا تو كوميدي كلي ني بيتا دي تريزاسيون كاي اي هي هذاك الشيء ديال العراس عندنا عندنا العروسات عندنا العريس عندنا داك الشيء راه التقدم وداك الشيء زوين وراه كاين داك الشيء ديال برا زوين بوحدو وكاين داك الشيء ديال المدينه بوحدو هذاك الشيء ديال العريسات عندنا والحوايج ديال العروسه عندنا النقافات عندنا الخير موجود الفنانه كاينين كلشي كاين لا 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 داك الشيء عندنا موجود اسيدي بلا ما تضرب حساب داك الشيء كاين مرحبا تبارك الله عليكم حتى من بعد ان شاء الله الله يعاونكم.